السلام عليكم، ازيكم يا فنانين؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم كريم عادل. لو حضرتك ما بتحبش المقدمات انصحك تسرع الفيديو لحد بدايه الشرح، رغم ان المقدمه او الكلام اللي هقوله دلوقتي مهم جدا جدا وهيفيدك. النهارده ان شاء الله هنبدا سلسله جديده من سلسلات تعليم الرسم بالرصاص. هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نرسم بورتريه من الموبايل فري هاند بدون استخدام شبكه ولا محاور ولا شف ولا اي كلام من ده. لو انت متابع معايا السلسلات اللي فاتت فسلسله النهارده هيكون فيها تكنيك بسيط مختلف هنعرفه مع بعض ان شاء الله. ولو انت اول مره تتابع انصحك تشوف الدروس اللي فاتت لانها مهمة جدا جدا جدا، رسمنا فيها اكتر من بورتريه مع بعض من البدايه للنهايه. وكالعاده ما تنسوش لو انتوا حابين تطبقوا معايا على التدريب ده هتلاقوا الصوره اللي انا شغال منها عندي على الانستجرام وعلى الفيسبوك، اللينكات بتاعتي في اول كومنت تحت. ادخلوا على اللينكات بتاعتي وحملوا الصوره علشان تطبقوا معايا الدرس وتنزلوا النتيجه بتاعتكم على الهاشتاج بتاع ارسم مع كريم عادل على انستجرام، او تنشروه على جروب الفيسبوك اللي هتلاقوا اللينك بتاعه برده في الديسكربشن بوكس وفي اول كومنت تحت. حاجه بقى مهمه لازم اقولها في الاول كالعاده، لو انت بتابع معايا في الدروس اللي فاتت هتكون عارفها، وهي ان السلسله هتنقسم لدرسين. اول درس اللي هو بتاع النهارده هيترسم فيه اصعب حاجه واهم حاجه في البورتريه وهي الاوتلاين. ناس كتير بتسالني يعني ايه اوتلاين؟ الاوتلاين هو التخطيط او الخط الخارجي بتاع الرسمه، وده احنا بنشبهه للاساس بتاع العماره، لان العماره لو الاساس بتاعها مش مظبوط فالعماره كلها بالتالي هتطلع مش مظبوطه فهتتهد. نفس الكلام على البورتريه، لو الاوتلاين بتاعي في البورتريه مش مظبوط يبقى البورتريه كله هيطلع مختلف، مش هيطلع الشبه اللي انا عايزه. وكالعاده بقول خطوه الاوتلاين هي خطوه مبدئيه، يعني ما ينفعش احكم على شبه البورتريه من الاوتلاين، لان عشان البورتريه يطلع واقعي واقارن الشبه لازم اكون ظللت المناطق الداكنه والمناطق الفاتحه فبالتالي اقدر اقارن الشبه. فاوعوا حد يحكم على الشبه بتاعه من البورتريه من الاوتلاين بس، لا استنوا في خطوه التظليل اللي هي الدرس الجاي ان شاء الله بعد الدرس ده. ما تنسوش طبعا ان انا هعرض النتائج بتاعتكم او التدريبات بتاعتكم من الهاشتاج على انستجرام في فيديو مخصوص عشان اعدل لكم في الاخطاء. قبل ما نبدا بفكركم اللايكات على الفيديو يا فنانين، دي اهم حاجه، وكومنتاتكم الجميله تنور تحت، واللي لسه ما اشتركش يشترك علشان توصلوا كل الدروس اللي جايه. واسف لو طولت عليكم، يلا بنخش في الشرح. في البدايه فنانين نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه دي الطريقه الجديده او دي النقطه الجديده اللي بقول لكم عليها، ان انا ببدا اشوف ميل الرأس عامل ازاي وببدا احول الرأس دي لشكل بيضاوي زي ما انتم شايفين كده. طبعا بستخدم قلم 2 اتش او اي قلم من درجات الاتش عموما عشان تكون فاتحه. فزي ما انتم شايفين اول خطوه بعملها بدات احول الرأس بنفس ميلها، يعني لو تلاحظوا ان الشكل البيضاوي ده مايل ناحيه الشمال، وبعد كده هقوم عامل خط العين في الشكل البيضاوي اللي انا عملته ده وخط الانف زي ما انتم ملاحظين. يبقى كده مش باقي لي غير خط الفم وخط الانف اللي هو بالطول، والخط اللي بالطول ده خط مهم جدا وده اللي انا هعمله دلوقتي. هبدا اعمل زوم اشوف مكانه فين، وزي ما انتم لاحظتوا كده الاقيها في النص تقريبا بالظبط او مايل ناحيه الشمال شويه صغيرين زي ما انتم شايفين كده فنانين. يبقى احنا كده قسمنا الراس عندنا الى شكل مبسط بالشكل او بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. في الخطوه الثانيه دلوقتي يا فنانين هبدا احدد المسافه او الحجم بتاع العين. عملت زوم على الموبايل زي ما انتم شايفين كده، وهبدا احدد العين الشمال كالعاده زي ما بنبدا. حابب تبدا بالعين اليمين مفيش مشكله، حابب تبدا بالانف او الفم مفيش مشكله، لان في فنانين كتير منكم بيسالوني اشمعنى بتبدا بالعين. هو مش شيء اساسي بس انا ككريم شايف انك لما تبدا بالعين الشمال انت كده بتحكم البورتريه بتاعك. زي ما انتم ملاحظين حددت بدايه العين اليمين وبدايه العين الشمال ونهايه الشمال ونهايه اليمين برده، يبقى انا كده حددت حجم العينين. وزي ما احنا عارفين او المتعارف في نسب البورتريه ان حجم العين الشمال قد حجم العين اليمين، والمسافه اللي بين العينين بتكون قدهم برضو، يعني ثلاث مسافات قد بعض زي ما انا عملت بالنقط الصغيره اللي انتم شايفينها دي. ودي خطوه مهمه جدا جدا لان هي اللي هتساعدنا نظبط العينين قد بعض. زي ما انتم شايفين دلوقتي كل اللي هعمله ان هبدا اعمل زوم في الموبايل قدامي اهو، والموبايل يكون بنفس استقامه الورق زي ما احنا اتكلمنا دايما، الموبايل يكون بنفس استقامه الورق يعني يكون عمودي كده او راسي. وابص من فوق على موبايل وانا شغال، وهبدا ارسم في الجفن اللي فوق بالراحه خالص. طبعا برسم على الخط اللي انا عملته بالعرض، الخط اللي هو بتاع العين اللي اتفقنا عليه. الخط ده حد يسالني هو لازمته ايه؟ الخط ده لازمته اللي هو بيساعدني اظبط العينين على استقامه واحده، لان كتير مننا كان بيشتكي ان العين ما بتطلعش معايا على استقامه واحده، عين بتطلع معايا فوق او عين بتنزل تحت او عين بتكبر مني او عين بتصغر مني، فهي المشكله بتكون في الخط ده. انما لو انت محترف قوي هتقدر ترسم من غير الخط ده ومفيش اي مشكله. زي ما انتم شايفين بدات اعمل الجفن اللي تحت، هنا عملت النني هو اللي باين منه يا دوب جزء صغير خالص. احنا اتفقنا في الخطوه دي احنا بنبدا نعمل اي منطقه سوداء، اي منطقه سوداء او غامقه بعمل لها تظليل بسيط خالص كده. طبعا هو ده مش لون العين، يعني محدش يستغرب يقول لي انت مش عامل لون اسود ليه؟ لا، في الاوتلاين انا ما بعملش لون اسود، في الاوتلاين انا بخطط وببني كتل بس. انما لما في خطوه التظليل اللي هي في الدرس الجاي ان شاء الله اللي هتتابعوها معايا
طبعا بأكد عليكم لازم تشتركوا في القناة عشان تتابعوا، او تفعلوا الجرس كمان عشان تتابعوا الدروس اللي جاية، عشان تتابعوا درس التظليل عشان تكونوا فهمتوا كده البورتريه كامل. في الخطوة دي انا كل اللي بعمله زي ما انتم شايفين كده، ببدأ اعمل خطوط بسيطة خالص، بسيطة مش باينة، تكاد تكون باينة، وباجي في المناطق الداكنة زي اللي تحت العين مثلا، زي اللي جوه العين اللي هو النني او البؤبؤ ايا كان بتسموه، الخط اللي فوق العين ده كله بيتعمل له غامق بنفس القلم. يعني انا مش هستخدم غير قلم واحد في البورتريه كله، وهو قلم 2H او 3H ايا كان اللي هتستخدموه بقى، المهم اي درجة من درجات الH، لان زي ما اتكلمنا بنقول درجات الH بتكون فاتحة، فلو انا غلطت في حاجة سهل اعدلها، ما بيسيبش اثر يعني في الورقة، خصوصا ان الورقة اللي انا شغال عليها لونها ابيض كمان، ودي مشكلة كبيرة جدا، لو الورق اللي لونه ابيض ده ساب اثر فيه فالبورتريه كله هيبوظ. دلوقتي مكملين زي ما احنا فنانين في نفس العين بالراحه خالص زي ما انتم ملاحظين كده. انا سرعت الفيديو شويه بس انتم شايفين طبعا. هبدا ارسم الخط اللي فوق العين ده اهو بنفس القلم. لو تلاحظوا الخط ده لونه اسود من الشمال، فتقلت ايدي شويه بالقلم اهو عشان اطلع اللون الاسود الى حد ما، مش شرط يكون نفس اللون عشان اتفقنا ان احنا في خطوه التظليل بنبدا بقى نحط كل التونات في مكانها المظبوط. طبعا اي خطا عندي او اي حته شايف ان هي مش مظبوطه بمسح بالاستيكه. طبعا الاستيكه اللي انا استخدمتها دي اسمها استيكه مونو زيرو. مونو زيرو دي ميزتها انها بيكون سنها رفيع جدا زي سن القلم كده، اتخن شويه يعني، بس بقدر امسح بيها التفاصيل من غير ما ابوظ الجسم كله. دلوقتي في شويه تظليل على اليمين اهو بدات اعملهم، اللي هم في بدايه الانف من فوق، الانف والحاجب يعني بالراحه خالص اهو. محدش يدي التظليل حقه هنا، يعني انت كل اللي بتعمله هنا انك بتحط حتت رمادي زي ما انتم شايفين كده، شخبطه زي ما بيقول عندنا بالعامية يعني، شخبطة، بشخبط. الشخبطة دي هي اللي بتقول لي ان المنطقة دي فيها لون داكن، المنطقة دي فيها لون فاتح وهكذا. يعني لو المنطقة غامقة بدوس جامد او بكرر الطبقات فوق بعضها فبتكون غامقة زي ما انتم ملاحظين كده، في المنطقة دي غامقة، المنطقة اللي في نهاية الحاجب فاتحة، فده المقياس بتاعي. طبعا بالنسبة للحاجب زي ما انتم ملاحظين اهو جاي مستقيم من فوق ونازل تحت بكيرف كده، ونهايته عند منتصف العين بالظبط بالراحة خالص. وانا برسم الحاجب وعايز اتاكد ان هو صح، بتاكد من المسافة البيضة اللي بين الحاجب من تحت وبين العين من فوق، فاهمين؟ يعني بشوف المسافة اللي بين الحاجب والعين دي، اشوف شكلها هل هو نفس الشكل اللي في الموبايل، قارنه كده معايا. اه مظبوط، تخينة من النص ورفيعة من ناحية اليمين، مسحوبة على مرفيعة ونازلة من تحت برضو على رفيعة شوية، يبقى أنا كده ماشي مظبوط. أنا بقارن شغلي كده، أنت برضو لازم تعمل كده عشان تعرف أنت مظبوط ولا لأ. لازم تقارن الأجسام أو المسافات البيضة أو الفراغات البيضة اللي بين كل عنصر والتاني عشان تعرف هل أنت ماشي مظبوط ولا لأ. يعني مثلا لما نيجي نرسم الحاجب التاني اللي هو ناحية اليمين، هنقارن المسافة اللي بينه، شايفين اللي بين الحاجب الأول والتاني الحتة البيضة دي، هنقارنها هنشوفها هل هي نفس الشبه ولا لا. نفس الشبه يبقى انا كده تمام، والحاجب التاني بتاعي مقاسه تمام او البدايه بتاعته تمام. لو حسيت ليها صغيره او كبيره يبقى الحاجب ده محتاج يتظبط. اتمنى تكونوا فهمتوا النقطه دي لانها مهمه جدا وبتفيدنا جدا في الرسم الفري هاند. زي ما انتم شايفين دلوقتي عمال اضيف في التفاصيل بس مش اكتر، شويه تظليلات. فتعالوا نشوف بقى الخطوه اللي بعدها. دلوقتي فين هنبدا نرسم الانف زي ما انتم ملاحظين، عشان ابدا اجيب المسافه بتاعه الانف او البعد بتاع الانف، لان برضو الموضوع ده محير ناس كتير جدا. لما بنيجي نرسم الانف تلاقي الانف مثلا نزلت مني جامد جدا تحت، او انضغطت مني يعني طلعت مني لفوق، فبالتالي شكل البورتريه كله بيبوظ. الوش لو صغرت مثلا الوش بيتطبق، لو كبرت بيبقى بنوكيو، فما ينفعش. طيب بجيب البعد ده ازاي؟ عن طريق التظليل اللي انا بعمله دلوقتي. شايفين التظليل اللي نازل من العين ده اهو اللي انا بعمله دلوقتي حالا، المنطقه دي هي اللي هتوريني البعد بين العين والانف. ما ينفعش اجيبها كده بالوايم او بعناية، عينيا ممكن تخني، فممكن ما اكتشفش الغلط ده غير لما اظلل الانف واخلصها خالص، اكتشف ان في مشكله في الانف. لا، لازم واحده بواحده كده وانتوا نازلين تعملوا التظليل الخفيف اللي انا بعمله ده، وهو اللي هيبني لكم البعد بين الانف وبين العين. زي ما انتم ملاحظين بدات اعمل الفتحه ناحيه اليمين، اللي هي الحته المدوره ناحيه اليمين، والحته المدوره ناحيه الشمال. طبعا بما انه باصص لفوق شويه فتلاحظوا ان مناخيره كبيره كده، مفرشحه زي ما بنقول عندنا بالمصري. فبدات اعملها بنفس الاتجاه براها خالص كده، واقع منها شويه ظل اسود اهم، شايفينهم ناحيه الشمال دول بعمله. فبالتالي اي تظليل قدام يا فنانين نعمله عشان هيسهل علينا الموضوع جامد جدا. مش نرسم خطوط بس، لا، ترسم خطوط بس دي لو انت محترف يعني، خلاص انت واثق من خطوطك فخلاص بدات تعمل ايه بقى، ترسم خطوط بس من غير تظليل.
فالخطوه معاك هتبقى سهله، انما انت دلوقتي لازم تهتم بانك تعمل كل خطوه تظليل قدامك. اتمنى تكونوا فاهمين النقطه دي، عشان لو طبقتوا الكلام ده بالحرف الواحد هتلاقوا ان الموضوع معاكم سهل جدا ان شاء الله، ان شاء الله يعني. وهتلاقوا ان انتوا بتجيبوا الشبه قريب جدا يعني. ناس بتقول لي طب انا طبقت التدريب بتاعك وما حسيتش يعني ما جبتش نفس الشبه. مش شرط من اول مره، جرب تاني وتالت ورابع. انا دايما بقول يا جماعه انا رسمت فري هاند، انا بدات ارسم انا نفسي يعني ككريم، بدات ارسم فري هاند بعد ما اتعلمت الرسم يمكن بقد ايه، يمكن بسنتين. انتوا متخيلين سنتين برسم بالمربعات؟ فمش مقياس، لازم انت لازم تجرب مره واثنين وثلاثه وتتعب نفسك عشان تلاحظ ان الموضوع سهل. بكرر تاني، لازم تتفرجوا على الدرس كامل علشان تشوفوا الخطوات للاخر. احنا كده دخلنا في 10 دقايق او 11 دقيقه اهو، ممكن تكون ناس قفلت الفيديو، دول مش هيستفادوا. انا اسف ان انا بقول كده بس فعلا مش هيستفادوا، لان انت وقفت عند نص المناخير تقريبا، فاستفدت ايه؟ ما استفدتش حاجه، لسه المهم كله جاي ورا بقى. فتعالوا نسرع شويه دلوقتي. احنا خلاص رسمنا المناخير تقريبا، الجنب اليمين هيتعمل زي الجنب الشمال بالظبط، كانك بتعمل ميرور لصوره، فاهمني؟ يعني النص اليمين هيتنقل في النص الشمال او العكس صحيح، اسف. تمام، فاللي باقي كله انا هبدا اعمل شويه التظليلات دول لغايه ما اخلص الانف، واظن كده الفكره وصلت لكم وهتكون سهله ان شاء الله. فتعالوا نسرع شويه ونشوف الخطوه اللي بعدها. خلونا دلوقتي يا فنانين نبدا نرسم العين الثانيه. كل اللي هنعمله هنشوف بدايه العين الثانيه فينين، منين الانف، يعني نوازيها بالانف من تحت كده، لقيتها عند بدايه الانف من ناحيه اليمين بالظبط او داخله لجوه شويه لو انتم ملاحظين. كل اللي هعمله هو نفس الخطوات اللي عملتها في العين الشمال. هبدا بالجفن اللي فوق، ثم الجفن اللي تحت، ثم الدايره اللي جوه اللي هي البؤبؤ براحه خالص، واي منطقه سوداء زي نهايه الرموش كده، او ايوه هنا دي بعمل لها اسود زي ما انتم ملاحظين كده اهو، بتقل، او العين من جوه بسودها اللي هي الدوريه دي. فالموضوع متكرر والموضوع خلاص اتفهم على ما اظن. يعني هنا هسود اهو، هبدا اسود، واتفقنا مش لازم يجيب لي نفس السواد بالظبط، عادي لو باهت، لان انا شغال بقلم 2H. السواد ده بقى في الخطوه الثانيه في الدرس الجاي ان شاء الله، اللي هو بتاع التظليل. هنبدا نسود بقى وندي كل حاجه حقها، ونحكم على الشبه في الدرس الجاي. محدش يحكم على الشبه في الدرس ده يا جماعه، خصوصا في الوجوه المايله، لان الوجوه المايله الشبه فيها ما بيبانش كويس الا بعد التظليل. اللهم اني قد بلغت، لان الموضوع ده ممكن يكون محبط لبعض الفنانين منكم. زي ما انتم شايفين بالراحه خالص، هكمل بنفس التكنيك. وكل اللي هعمله دلوقتي ان انا هبدا اخلص نفس العين دي بخطوات العين الثانيه اللي احنا اشتغلناها، وكمان التظليل اللي انا شغال فيه دلوقتي اللي هو بتاع الانف اللي بين العين والانف، هخلصه برده زي ما خلصت التظليل في الجنب الثاني، وهبدا اضيف اي تظليل يقابلني عادي جدا. فالخطوه دي مش محتاجه اللي احنا نشرحها ونضيع فيها وقت ثاني عشان الفيديو ما يطولش مننا. فيلا بينا نشوف بقى خطوه الفم، وازاي نقدر نجيب البعد او المسافه بينه وبين الانف بحيث تكون مظبوطه وما تكونش غلط. يلا بينا. دلوقتي يا فنان بدات انزل للفم زي ما انتم ملاحظين كده، عشان اجيب المسافه بتاعه الفم مظبوطه واتاكد ان البعد بين الفم والانف مظبوطين، ببدا اعمل التظليل اللي بينهم. ايه التظليل اللي بينهم؟ التظليل اللي بينهم هو المنطقه بتاعه الشنب او الشارب. طبعا هنا هو مفيش شنب، لكن في لو تلاحظوا تظليل بسيط جدا، وهتلاحظوه اكتر لما تحملوا الصوره ان شاء الله من انستجرام او فيسبوك هنزلها لكم. بصوا في المنطقه دي هتلاقوا فيها تظليل خفيف جدا، التظليل ده لو عملته هيبدا يبني لي المسافه بين الفم والانف. لكن لو رسمت الفم كده من غير ما ابص على التظليل ده، هبص الاقي الفم ممكن يكون كبر مني، يعني بعد مني عن الانف، او قرب مني زاد عن اللزوم، فبالتالي شكل البورتريه باظ خالص. زي ما انتم ملاحظين بدات اجيب الشفه اللي فوق بكيرفاتها، بتكون عامله زي رقم 7 كده، الحته اللي في نص الشفتين، نص الشفه اسف، الشفه اللي فوق. بعد كده بجيب منها المنتصف اللي بين الشفتين اللي هو الحته الغامقه دي، بتكون اغمق منطقه في الفم كله هي المنطقه دي. كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هبدا اكمل نفس الطريق كده او بنفس التكنيك لحد ما اخلص الفم كله كاوت لاين. وبعد كده بما ان الشفايف لونها مش ابيض، هبدا اديها تظليل فاتح خالص كده، تظليل يعني يا دوب هاتشنج بسيط، علشان زي اللي عملته في العين وزي اللي عملته في الانف، عشان بس احدد فين المناطق الداكنه والمناطق الفاتحه. زي ما انتم ملاحظين كده الاستيكه معايا على طول، اي منطقه بحس ان هي مش مظبوطه اول باول كده بعدلها عادي جدا بالاستيكه. ما تسمعش كلام الشخص اللي بيقول لك ما تستخدمش استيكه عيب ومش عارف ايه والكلام ده. يعني ايه عيب تستخدم استيكه؟ انا مش فاهم، مش شايف مبرر خالص في انك ما تستخدمش استيكه. بالعكس، استخدم استيكه وامسح براحتك وعدل طول ما الورقه نظيفه وانت بتمسح بالعقل، عشان الورقه ما تقطعش منك. زي ما انتم ملاحظين بشتغل في البق. هنا الفم مش هيبان قوي غير لما اعمل شويه تظليل كده في البشره زي ما انتم شايفين.
عمال بوزع بقى حوالين الفم كده تظليلات في البشرة بسيطة خالص، وكده احنا جبنا الاوت لاين بتاع الفم. كده مش باقيلنا بقى غير تقفيلة الوش، ودي مهمه جدا جدا، فتعالوا نشوف هنعملها ازاي. دايما فنانين نعود نفسنا واحنا بنعمل تقفيلة الوش اننا نبدا بالمنطقه اللي جنب العين، شايفينها؟ يعني شايفين الخط المائل اللي عملته ده؟ ده لازم نبدا بيه، وبعد كده نجيب منه باقي التقفيله. نفس الكلام في الناحيه الثانيه من البورتريه، نبدا بالخط اللي جنب العين وبرده نكمل منه التقفيله اللي هم الخدين، لان لو بدات بالخدين فالخدين عايمين كده، المساحه بينهم او المسافه بينهم وبين الفم والانف بعيده جدا. لكن هنبص لاقرب عنصر في البورتري اقرب من الخطين دول هو العين، زي ما انتم ملاحظين كده الحاجب بالتحديد، هتلاقوا الحاجب بينه وبين الخط اللي انا عملته ده مفيش فرق، بسيط جدا. فبالتالي لازم دايما نبدا الخط من اقرب عنصر عندنا في البورتري. اتمنى تكونوا فهمتوا الحته دي، لان ناس كتير منكم بتغلط فيها، ولا حد مثلا بيبدا بخط الشعر اللي فوق، او حد تاني بيبدا بالخد اللي انا شغال فيه ده على طول، ده غلط جدا. وزي ما انتم ملاحظين كالعاده، وزي ما اتكلمت من اول الشرح بتاعنا، ان طول ما انا شغال بالقلم اهو عمال اعمل اي تظليل ما بيني، طبعا ده اسمه تظليل مبدئي. انت لو بترسم سكتش هتكتفي بالخطوات اللي انا بعملها دي، لانك مش هتكون محتاج ان انت تظلل تظليل غامق، لكن من البدايه هتبدا تغمق العين والانف والكلام ده كله لو بترسم سكتش. لكن لو احنا بنرسم بورتري يعني، هنضطر بعد ما نعمل خطوة الاوت لاين والتظليل اللي هو المبدئي اللي بقول لكم عليه ده، نرجع تاني في الاخر نظلل بقى، نبدا نضيف بقى الغامق اللي قدامكم ده كله، سواء في العين او الانف او الفم او الشعر، ولسه اللبس كلام كتير جدا. اتمنى تكونوا فاهمين النقطه دي يا فنانين، لانها مهمه جدا جدا، وناس كتير قوي بتتلخبط منكم، فخدوا بالكم من اللي انا بعمله اهو. برجع بعد ما اتاكدت الى حد ما ان الخط مظبوط، هرجع بقى اعمل ايه؟ اتقل اهو. تعالوا نسرع شويه عشان الفيديو ما يطولش. زي ما اتفقنا فنانين، انا مسرع الفيديو لان طبعا الدرس بتاع النهارده هو اوت لاين بس، احنا بس عايزين نعرف ازاي نجيب الاوت لاين. والدرس اللي جاي ان شاء الله للي حابب يعرف تكنيكات التظليل بقى، هكون بطيء وهوريكم بظلل ازاي المناطق دي كلها. كل اللي بعمله زي ما انتم شايفين اهو، خلصت الخد الشمال وبالقلم ال2 اتش، ده كله بالقلم ال2 اتش، اي تظليل انتم شايفينه بالقلم ال2 اتش بالراحه خالص، واعمل الخط الداكن اهو، بعمال اضيف في التظليل ده كله تظليل مبدئي زي ما اتفقنا. لما ابدا في خطوه التظليل ان شاء الله ابدا اظلل بشكل مظبوط، والموضوع هيكون واقعي اكتر من كده بكتير جدا. زي ما انتم شايفين، وهنا عملت التظليل اللي تحت الفم عشان ما حدش يجي يسالني في الكومنتات انت مسرع الفيديو ليه، باكد تاني دي خطوه اوت لاين بس، التظليل لسه الدرس الجاي التظليل على نفس الصوره ان شاء الله. فانت افهم انا شغال الخطوات ازاي. انا بطلت لكم الخطوات دلوقتي عشان نعرف نشوف الاذن هتترسم ازاي. برضو الاذن زي ما انتم شايفين كده فنانين، هو عباره عن خط مايل صغير ناحيه اليمين من تحت اللي انا عملته ده، وخط تاني افقي هعمله خط وابدا اشكل فيه التنيات اللي انتم شايفينها دي. يعني عشان اجيب التنيات دي مظبوطه ببدا اعمل خط مستقيم زي ما عملت في الاول كده، وبكل بساطه ابدا اعمل التنيات، وبكده خلصت الاذن ما فيهاش اي حاجه. طب ايه تاني ممكن يتعمل؟ هي الخطوط السوداء بقى اللي جواها دي زي ما انتم شايفين، اللي هي التفاصيل الصغيره دي، وخلاص على كده. فهنا الاذن يعني ما اظنش اللي هي صعبه او حد هيقابل صعوبه في انه يرسمها، لا خالص. يعني كل التفاصيل السوداء الصغيره اللي جوه دي بسيطه جدا في انك ترسمها، مش هتكون صعبه على حد يعني. فانتوا بالراحه خالص كده هتلاقوا خط بيجيب التاني بيجيب التالت، فالموضوع بسيط يا فنانين، ومحدش يستعجل، وركزوا مع الشرح خطوه بخطوه وطبقوا، وان شاء الله توصلوا لنتيجه حلوه. تعالوا نسرع زي ما كنا. دلوقتي يا فنانين هبدا اطلع في الشعر بالراحه زي ما انتم شايفين. الشعر هنا بسيط جدا، هو طالع من الاذن على طول بخط مايل كده اهو عملته، وبعد كده دي سهله يعني، مش عارف اشرح لكم ازاي، بس دي بسيطه جدا ان انا اعمل الخطوتين دول، واعمل زي هاتشنج بسيط كده في الشعر، او خطوط بسيطه برضو على مظلل. تمام، دلوقتي هبدا اخش تحت الفم زي ما انتم ملاحظين بالراحه خالص. هنا التظليل ده كله عباره برضو عن لون هدوله كده، بحيث يظهر لي بس يعني زي كتل، يظهر لي مناطق الظل والضوء علشان اعرف او يظهر لي جزء من الملامح او من الشبه اللي انا شغال فيه. فالموضوع بسيط جدا، لو احنا اتبعنا نفس الطرق دي او نفس الخطوات اللي انا شغال بيها دي، هتلاقوا ان الموضوع فعلا سهل ومش صعب خالص. يعني انت لو عقدت نفسك هتلاقي الموضوع صعب، لكن لو فضلت شغال زي ما انت كده بنفس الخطوات اللي انا شغال بيها، هتلاقي الموضوع بسيط معاك ان شاء الله وسهل جدا. زي ما انتم ملاحظين كل التفاصيل اللي بتقابلني بعمل لها اوت لاين، فالموضوع سهل جدا.
وببدأ أطلع واحدة واحدة علشان أقفل النص التاني من الوجه زي ما انتم ملاحظين اهو. شايفين التسلسل بيجي ازاي؟ يعني أنا عملت بدأت من أول خط العين الشمال اللي هناك، اللي هو الخط المائل اللي عملته من عند العين الشمال، بعد كده نزلت على الخد الشمال، وبعد كده نزلت تحت في الدقن، وبعد كده وهكذا هرجع تاني بقى من الدقن للخد للعين اليمين وهكذا. أتمنى تكونوا فاهمين الشرح، لأن الشرح مش صعب خالص والتطبيق مش صعب خالص، وماشي معاكم خطوة خطوة علشان اللي متابعني سواء صغير او كبير يعرف ان الموضوع سهل مش صعب، وما يقولش ان انا مش هقدر، لا انت هتقدر لو اشتغلت بنفس التسلسل ده ان شاء الله وتكون براحتك. دلوقتي عملت الجزء بتاع الرقبة بالراحة خالص، اظن دي برضو ما فيهاش حاجة صعبة. بشوف بدايتها منين؟ من الدقن. لقيت ان الفرق بينها وبين الدقن يا دوب حتة صغيرة خالص، اللي هي الحتة الصغيرة اللي سبتها دي فوق في الرقبة من فوق، وببدأ اعمل تظليل زي ما انتم ماشيين كده. طبعا زي ما اتفقنا تاني، التظليل ده حاجه مبدئيه، والتظليل هيتشرح في الدرس الجاي ان شاء الله. انا عمال اكرر عشان متاكد ان في حد هيجي في الكومنتات يقول لي انت ليه بتسرع خطوه التظليل. بكل بساطه لان الدرس ده مش درس تظليل، ده درس اوتلاين، ولسه هنظلله الدرس الجاي ان شاء الله. يعني انتوا ممكن تلاحظوا ان في اختلاف مثلا في منطقه الانف، الانف في الصوره غامقه، العين غامقه، ده كله طبعا عشان لسه ما حطيتش الاسود. عشان كده بقول لكم الاسود اهم حاجه في البورتريه يا فنانين، محدش يبخل ان هو يحط اللون الاسود عشان يظهر واقعيه الرسم. تعالوا نسرع شويه ونشوف الخطوه اللي بعدها. دلوقتي فنانين نبدا نعمل الاذن الثانيه بالراحه خالص. هنبدا زي ما اتفقنا، نبدا بنشوف الاذن بدايتها منين. لقيتها عند هي بين الشفه وبين الانف، يعني شايفين المسافه اللي بين الشفه والانف دي هي بدايه الاذن. بالراحه خالص ماشي يمين، طلعت يمين، وبعد كده طلعت فوق شويه بالحته اللي هي الكبيره بتاعته دي، وبعد كده زي ما انتم شايفين هبدا الحمها او اجيب الحته اللي هي جنب الشعر على طول الصغيره دي. وبكده عملت الشكل الخارجي للاذن، وده اهم حاجه من وجهه نظري، لان ده هو اللي بيتحكم في حجم الاذن. وطول ما انت جبت حجم الاذن تمام، التفاصيل اللي جوه دي تقدر تلعب فيها براحتك، ولو فيها اختلاف بسيط مفيش اي مشكله. والتفاصيل اللي جوه دي سهله جدا، يعني ما تقلقش منها. انت مجرد ما تعمل اول حته اللي هي فوق دي مثلا، هتبص تلاقي اللي بعدها جت لوحدها، واللي بعدها جت، وهكذا. فكل خط بيبني الخط اللي بعده. الموضوع سهل يا فنانين، محدش يستصعب اي حاجه، علشان لو استصعبتوا الكلام ده هتلاقوا الموضوع صعب. فدايما خلوا الموضوع سهل بالنسبه لكم، وخلوا عندكم كده ثقه في نفسكم انكم تقدروا ترسموا اي حاجه قدامكم. تعالوا نسرع شويه بقى عشان نكسب وقت اكتر. دلوقتي فنانين زي ما انتم شايفين خلصنا الاذن، زي ما قلت لكم خط ورا خط ورا خط، الاذن خلصت ووقف على التظليل بس مش اكتر. وخلصت كمان الجزء بتاع الشعر اللي فوقها بالراحه خالص، وزي ما احنا متفقين بنعمل تظليل خفيف كده هاتشنج عشان نبين ان الشعر ده غامق ويظهر لنا شويه من الملامح. وقفله الشعر دي جت لوحدها خالص، بمجرد ما انا عملت الجنب اليمين والجنب الشمال هي جت لوحدها خالص، فمش محتاجه مني اي مجهود او اي عناء. الولد لو تلاحظوا كده في المنطقه بتاعت الفم او الفكين في اختلاف. ليه بقى الاختلاف ده؟ لان زي ما قلت لكم لسه ما عملناش الدرجات الغامقه والفاتحه. كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هبدا اضيف اي تظليل يقابلني، التظليل في الخد ناحيه اليمين والتظليل في الجبهه فوق. فالخطوه دي ما فيهاش اي مشكله او اي صعوبه، يعني زيها زي اللي احنا عملناه في الخطوات اللي فاتت، ما فيش اي جديد. يعني اهو زي ما انتم ملاحظين عمال بس بضيف اي تظليل قدامي، اي كتله بتاع التظليل قدامي، ما فيهاش اي مشكله يا فنانين. دلوقتي هبدا اقفل الشعر من فوق اهو، هعمل الخط اللي فوق بتاع الشعر بكل سهوله، باكد بس على الاوت لاين بتاع الجبهه، وهقفل الشعر من فوق. يبقى احنا كده خلصنا الرأس كلها، مش بقينا بس غير ان احنا نكمل جزء من التيشيرت، الاوت لاين بتاع التيشيرت، ونكون خلصنا اللوحه كلها. نعدل الموبايل اهو زي ما اتفقنا. اي منطقه غامقه كده ممكن اديها تاتشات وانا في طريقي، مفيش اي مشكله. دلوقتي هعمل اللياقه اهو، هبص الاقي اللياقه بادئه من هنا مسلمه الناحيه الثانيه بالراحه خالص، بعملها على هيئه خطوط كده كسرات، وبعد كده اوصل الخطوط ببعضها لحد ما تكون لي كيرفات. الكيرف ده اللي هو يعني الجزء الدائري، الخط الدائري. وبكده يا فنانين نكون خلصنا الشرح بتاعنا. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا. استنوني في الدرس التاني بتاع التظليل ان شاء الله. ما تنسوش طبعا تعملوا لايك على الفيديو وكومنتاتكم باي استفسار عندكم. واللي لسه ما اشتركش في القناه لازم يشترك ويفعل الجرس عشان تشوفوا الدروس كل يوم. مش هوصيكم باللايكات يا فنانين على اي درس، لان الناس بقت بتكسل ودي حاجه تزعلني. وعشان ما اطولش عليكم بقى، وانا طولت عليكم النهارده، استنوني في الدرس الجديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.